السلام عليكم. فرضت التحولات العميقة التي تصيب المنطقة العربية على الصعيدين السياسي والاجتماعي أسئلة أشد عمقاً تتعلق بماهية الدولة العربية الراهنة التي تشكلت لبناتها الأولى في بدايات القرن العشرين في مرحلة الاستعمار الغربي. يدور السؤال اليوم عن مدى قدرة الدولة العربية في صورتها الراهنة على الاحتفاظ بتماسكها أو بما تبقى منه تحت ضغط التفاعلات السياسية والعسكرية التي تشهدها. بل ثمة من يسأل: هل ستنجو الدولة العربية من التفكك والزوال ويعاد تشكيلها وفق أسس جديدة؟ أم أنها في طريقها إلى النهاية مفسحة المجال لدول جديدة على أنقاض هذه التي نعرفها اليوم؟ في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب نطرح هذه الأسئلة محاولين استشراف المستقبل الدول العربية التي أحيطت بالأزمات من كل جانب. أهلا بكم. لم يكن مفاجئا لمن كان يرصد المتغيرات داخل بنية الدول العربية ومكوناتها الاجتماعية أن تدخل المجتمعات العربية وسلطاتها السياسية في طور التحلل والانقسام، فالسلطات السياسية كانت عاجزة عن إنجاز مشروع اقتصادي تنموي يحقق العدالة الاجتماعية، وكانت عاجزة أيضا عن وضع أسس نظام سياسي ديمقراطي يضمن حقوق المواطنة والمشاركة السياسية ويضمن وحدة الدولة وتماسكها الاجتماعي. تراكم الأزمات الداخلية وتهميش القوى السياسية والمدنية وتدمير الطبقة الوسطى الحاملة مشروعات التغيير وتحرير الاقتصاد ووضعه في سياق يتحكم فيه أصحاب القرار السياسي أسس إلى الاستلاب والاغتراب والتخلع الاجتماعي والاقتصادي، وأسهم في تعميم ثقافة الخوف وتعميقها وفقدان الحكومات حواضنها الاجتماعية. إن أكثر ما تخشاه حكومات الدول العربية هو الحراك الشعبي لكونها تفتقد إلى الديمقراطية وتعاديها داخل حدودها السياسية وخارجها وتفرض على مجتمعاتها التخلف والإفقار والتهميش، إذ إن بنية الدولة فيها تتصف بالهشاشة التي تجعلها سريعة التداعي أمام أي حراك سياسي شعبي. وقد بات واضحاً أن إشكالية التحولات التي يشهدها المجتمع العربي تدور بين أزمة بنيوية سياسية واقتصادية ومجتمعية داخلية تتعلق بنمط الدولة وتركيبتها، وبين عوامل خارجية دولية وإقليمية متداخلة. هذه العوامل كونت مدخلا لنشوء أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عامة تدفع بقوة إلى انهيار أنظمة الربيع العربي ومجتمعاته ودوله وتحللها. الجامعة العربية، وعلى الرغم من توفر الإمكانات والمؤهلات التي تعزز تفعيل العمل المشترك في إطارها القومي مع طول التجربة والخبرة التي عاشتها، إلا أنها أخفقت في توحيد الصف العربي وبقيت مشلولة في حسم القضايا الحساسة ولا سيما القضية الفلسطينية وحتى رد العدوان على الدول الأعضاء كحالة العراق مثلا. يبدو أن الجيل العربي الحالي يعيش المراحل الأخيرة لانهيار النظام السياسي الذي حكم المنطقة منذ عقود خلت، بما لم يحفظ سيادة للدولة ولا كرامة للمواطن، بل عمل على ضياع الهوية العربية. وإلى أن يولد النظام البديل يجب على شعوب المنطقة أن تتعايش مع آلام المخاض التي تعصف بها على هيئة أزمات واضطرابات. للحديث عن هذا الموضوع معنا أمجد جبريل الباحث في الشؤون العربية والإقليمية، وعبر سكايب من لندن جعفر الهاشمي الباحث في شؤون الشرق الأوسط. أهلا بكما أستاذي الكريمين. لو بدأنا معك سيد أمجد، قبل الحديث عن الأزمات التي تعصف المنطقة وتأثيرها على بنية الدولة وعلى تماسكها، نريد بداية أن نتحدث معك أو نسألك عن حيثيات تشكل الدولة العربية في مرحلة وجود الاستعمار الغربي في المنطقة، طبيعة هذه الدولة. وأولا دعني أنتهز الفرصة لتهنئة الشعب العراقي بذكرى الانتفاضة تشرين، ونأمل إن شاء الله مستقبلا أفضل لهذه الأمة. ثانيا فيما يخص هذا الموضوع، الدولة العربية الحديثة هي يعني وليدة مخاض ما بعد مرحلة الاستعمار مباشرة،
يعني هذه الدول في تاريخ تشكلها كلها تشكلت بعد الحرب العالمية الأولى، وطبعا مرت بمراحل، يعني هي لم تحصل على استقلالها مرة واحدة. يعني مثلا مصر حصلت على استقلالها في 1922، العراق بعد ذلك بفترة. هذه المراحل كانت تحمل سمات معينة، من هذه السمات أنه الخبرة الاستعمارية أثرت كثيرا على هذه الدول، فأصلا يعني أنشأت هذه الدول على كيانات مرسومة كأنها على خرائط، كما تعلم في اتفاقيات سايكس بيكو، وكما تعلم في وعد بلفور الذي وضع يعني أسس لدولة يهودية في فلسطين. فهذا من البداية جعل تركيبة هذه الدولة أصلا مشوهة، وهذه الدولة في أغلب الحالات لا تعكس الأمة ولا تعكس الشعب الموجود فيها. يعني بعبارة أخرى جرى استقطاع مناطق وإلحاقها بدول أخرى، يعني مثلا من أمثلتها الشهيرة اقتطاع بعض الأماكن مثلا من سوريا، اقتطاع بعض الأماكن من العراق. هذه الاقتطاعات خلقت نزاعات حدودية ستتفاقم بعد يعني الاستقلال الشكلي خلينا نسميه، وستتفاقم في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية عندما بدأت الدول العربية تباعا تحصل على استقلالها. خلينا نسميه أيضا الاسمي، لأنه في الحقيقة ربما نحن حتى هذه اللحظة مفتقدين لهذا المعنى، معنى الاستقلال والسيادة، رغم أن كثيرا من النظم العربية تتشدق به. يعني تعلم يعني بشار الأسد وهو يقمع الشعب السوري كثيرا ما يتشدق بموضوع السيادة، يعني قتل صيادين فلسطينيين في مياه البحر الأبيض المتوسط عن طريق الجيش المصري هو أيضا بدعوى السيادة، فأصبحت كلمة السيادة كلمة مستهلكة. فاختصارا هذه الدولة العربية نشأة مأزومة، وهي ناشئة أصلا خلينا نقول بسياق تفتيتي، يعني لأنه انفصل العرب عن الأتراك قبيل الحرب العالمية الأولى، عندما حدث موضوع مراسلات الحسين مكمهون، وعندما يعني قيل عن الثورة العربية الكبرى سنة 1916، والذي هو بمنتهى البساطة هو سياق استعماري أراد أن يفصل العرب عن الدولة العثمانية حتى تضعف الدولة العثمانية ويضعف العرب أيضا. طيب سيد جعفر، في السياق ذاته، في سياق الحديث عن تماسك الدولة، نريد أن نسألك عن ما معنى تماسك الدولة، ما مظاهر هذا التماسك في الحالة العامة وفي الحالة العربية بشكل خاص. بداية تحية طيبة لك ولضيفك الكريم ولجمهورك الكريم أينما كان. الدولة في نظريا تعرف هكذا وفق القانون الدولي بأنه على أقل التقديرات لها ثلاث أركان أساسية، وهي الشعب والإقليم والسيادة. ومعنى التماسك بشكل عام هو الحقيقة استحكام الأواصر بين هذه الأركان الثلاثة، فكلما كان الاستحكام قوي يستطيع أن يواجه التحديات الداخلية والخارجية. قلنا بأنه الدولة أكثر مناعة وقوة وتماسكا. طبعا هذه الأركان الثلاثة هي بحد ذاتها متكونة من كيانات وعناصر في داخلها، يجب أن يكون هناك أيضا تماسك وأواصر قوية ومستحكمة بين مكونات هذه الأركان. فمثلا على سبيل المثال حينما نتحدث عن السيادة لا نقصد فقط سلطة الدولة بمعناها الاقتدار أو القهر الذي يمارس على المواطن والشعب بمعنى العام، ليس فقط الغاية هو القوة، بل بمعنى تمكين المواطن إلى السلطة وتفاعل المواطن وإخضاع نفسه إلى المنظومة القانونية التي هو جزء منها وشريك فيها ويساهم في صنعها. هذا بالنسبة إلى مفهوم السيادة. وكذلك حينما نتحدث عن الشعب ليس بمعنى أنه جماعات تقوم على أسس عرقية أو طائفية أو قبلية كما تشهده المجتمعات العربية، هذا على الصعيد الداخلي. أما بالنسبة على الصعيد الخارجي فلا شك أنه السيادة هي قوة مناعة الدولة من اقتحام إقليمها، سواء كان عسكريا أو اقتصاديا أو بالأدوات الحديثة. والذي للأسف أنه تغير هذا المفهوم أخيرا، وأصبح مفهوم السيادة تقريبا سيالا يختلف من دولة إلى دولة أخرى. طيب
الآن المنطقة العربية تغلي على مرجل من نار، أحداث كثيرة، تفاعلات كبيرة، وثمة من يتحدث عن سيولة كبيرة في موضوع السيادة الداخلية. هذه الأحداث بجملتها كيف يمكن أن تنعكس على ما يسمى بتماسك الدولة العربية في المرحلة المقبلة؟ وفي كل الأحوال يعني أعتقد أنه بناء على نشأة هذه الدول، وكما يعني أسلفنا أنه فكرة أنها نشأت في سياق صراعي نسبيا وسياق تفكيكي وليس سياق تركيبي، مثلا بخلاف الدولة مثلا في ألمانيا تجربة بسمارك أو التجربة مثلا الإيطالية التي تقوم على إقليم اللي هو إقليم يعني برلين في هذه الحالة هو يجر بقية الأقاليم أو بروسيا يجر بقية الأقاليم إلى الوحدة. في الحالة العربية لا، يعني هناك سياق تفكيكي للدولة، أولا تفككنا عن الدولة العثمانية، ثم أصبح هناك داخل هذه الدول أيضا عوامل تفكيك داخلية. ففي كل الأحوال يعني لم يكن هناك تماسك في هذه الدولة منذ البداية. لكن خليني أشير إلى نقطة مهمة، أنه الحقيقة فرحة الناس بالاستقلال، يعني أنا عفوا بس قضية مهمة، يعني أنت تربط بأن تفكيك الدول العربية عن الدولة العثمانية بمعنى أن الدول العربية غير قادرة على أن تشكل ذاتها بعيدا عن الدولة العثمانية؟ أغلب الدول في هذه المنطقة لا تملك إمكانيات مستقرة بحيث تتصرف كفاعل يعني قدير في السياسة الخارجية أو في العلاقات الدولية. هو للأسف يعني وفقا لما رسمته الخرائط قصد أن تكون هذه الكيانات مجزأة وقصد أن تكون مفككة، ورغم أن هذا قد يكون عيبا لكنه من المناسبة قد يؤدي إلى التعاون إذا حدث أنه تطور الفكر السياسي أو تطور فكرة التعاون بين هذه الدول. طبيعة الدولة أستاذ أمجد، طبيعة الدولة غير مرتبطة بمدى قدرتها على أداء دور فاعل في محيطها من عدمه. دولة مثل مصر دولة كبيرة تخضع لنفس المشاكل التي تعاني منها دولة مثل لبنان تقريبا بشكل أو بآخر. هذا صحيح، لكن كنت سأقول حالا أنه في حالات معينة منها الحالة المصرية ومنها الحالة العراقية قبل مثلا سنة 75 كان هناك إلى حد ما الدولة اكتملت لديها بعض البنية المؤسسية، بعض الموارد المالية الجيدة، اكتمل لديها تاريخ طويل، لديها تراث ثقافي ممتد، هي عواصم حضارية مهمة جدا لها إسهام الحضارة المصرية أو حضارة العراق أو حضارة العباسيين أو حضارة الأمويين. فمن ناحية تاريخية لديها امتداد لا بأس به ولديها قدرات حقيقية، لكن كان هناك في فرحة بحالة الاستقلال الوطني، وهذه إلى حد ما يعني خلينا نقول أنها خلقت شكلا ما من الانتماء مثلا للإقليم المصري أو شكلا ما مثلا من الانتماء للعراق. لكن هذا بعدما بدأت الأزمات زي أزمات الهوية، أزمات التغلغل، عدم قدرة الدولة على أن توفر احتياجات المواطنين، هذا أدى بها في النهاية، وأزمات التماسك، أزمات حدوث الانفصالات مثلا، أزمات تمردات مثلا من الأكراد في حالة العراق، هذه الأشياء كلها أضعف بنية الدولة. طب إذا ما بنينا على ما قاله جعفر في لندن بأن قضية تماسك الدولة قد تكون هي يعني تتجذر تقوى أو تضعف بحسب تكاملية العلاقة أو تخادمية العلاقة بين الإقليم والسيادة والشعب، استنادا إلى هذا المفهوم من تماسك الدولة، كيف يمكن أن يتأثر هذا التماسك أو هذا النسيج بما يحصل في المنطقة الآن؟ ثمة أسئلة حقيقية ذات طبيعة تحديات تواجه تماسك بنية الدولة العربية في المرحلة المقبلة، كيف يمكن أن تنعكس هذه التفاعلات الحاصلة الآن على هذا التماسك، على وجود الدولة ككتلة متماسكة؟ هو في الحقيقة كل الدول العربية تضعف. أنا قبل الثورات العربية وسأشير إلى هذا حالا رصدت على الأقل هناك 4 دول أو 3 دول هي في حالة دول شبه فاشلة. حالة اليمن، هناك حالة صراع بين الشمال والجنوب، وأنه الرئيس علي عبد الله صالح لم يكن قادرا على إدارة تفاعلات اليمن بشكل يبقي الدولة في إطار من التماسك، كان في حراك جنوبي بالمناسبة من سنة 2010 حراك مستمر. حالة الصومال تفككت الدولة إلى 3 دول. حالة العراق وهي أيضا حالة مهمة جدا. ثم أخيرا حالة السودان الذي انقسم جنوب السودان في يناير عام 2010، وهذا بالمناسبة كله قبل الثورات العربية، لأنه يعني أنا لاحظت أنه الأمين العام لجامعة الدول العربية سيد أحمد أبو الغيط وآخرين يحاولون تحميل الثورات العربية كل المساوئ وكل مآلات الاستبداد الذي كان موجودا منذ 50 أو من 80 عاما يحملونها كلها للثورات العربية. فبشكل عام بنية الدولة العربية تضعف، الحكومات تكون أضعف في قدرتها على أن تلبي حاجات المواطن. إحنا لو مثلا لو أخذنا النموذج المصري، انظر الآن الحكومة، يعني أنا أسميها حكومة الجباية والأمن، هي لها وظيفتان، وظيفة أن تأخذ أموالا من الناس، أن تأخذ ضرائب، أن تأخذ جباية سميها،
والوظيفة الأخرى الأمن. الأمن هو بمعنى أن تضمن أن أمن البلاد بحيث لا يصدر منها تهديد لأوروبا ولا يحدث مثلا هجرة، لا تحدث مواجهة هجرة أو تكبح احتمال نشوء حركات إرهابية أو شيء من هذا النوع. للأسف الحكومات في حالة يعني ضعيفة جدا، لكن الأهم من هذا هو مسألة الهوية، هوية الدولة التي أسهم النظام السياسي بممارساته التعسفية في تفكيك هذه الهوية. يعني مثلا مصر مبتلى بصراع علماني إسلامي منذ تقريبا يعني ثورة 52 إلى اليوم، أو يعني سميها انقلاب 52 إن شئت. ففي كل الأحوال هناك صراع غير منطقي بين مكونات الدولة، يفترض أنه الجيش لا يناقض الشعب، ويفترض أنه حركات المعارضة هي تبني النظام السياسي ولا تضعفه، لكن بسبب الممارسات الاستبدادية وصلنا إلى هذه النتيجة الكارثية. وباختصار، لا، تماسك الدولة العربية أصبح محل شك. طيب سيد جعفر، تماسك الدولة العربية أصبح محل شك بسبب أنها تضعف كما قال أمجد. هو عندما نتحدث عن قضية التماسك التي هي قضية محورية ومهمة لأي دولة، وخاصة في هذه المرحلة المقبلة التي هي حالة سيولة كبيرة في طبيعة الدول، خاصة دول المنطقة، عندما نتحدث عن التماسك، ما المقصود في أن هذا التماسك مهدد بالإضمحلال وبالسيولة؟ هل التماسك السياسي أم التماسك الجغرافي أم التماسك المجتمعي؟ عن ماذا نتحدث بالضبط؟ يعني أولا هذا السؤال يطرح نفسه، هل هناك دولة عربية؟ هل تكونت الدولة العربية؟ أنا لا أتصور الدولة العربية لن تتكون، لأنه حينما نتحدث عن دولة عربية بمعنى الوطن العربي، هذا يناقض الركن الثاني من تكوين الدولة ألا وهو الإقليم. نعم، هناك ربما في الوطن العربي وجدت بوادر لتكوين الدولة، هناك سلطة قائمة موجودة، هناك شعب موجود، هناك إقليم موجود أيضا في نفس الوقت، ولكنما إذا ما جمعناها جميعا هناك غياب للدولة الحديثة الحقيقية التي تعرف في الغرب أو في مكان آخر. هذا من زاوية. بناء على ذلك نستطيع أن نقول بأنه حتى هذه البوادر هي جاءت في الدولة القطرية وليس الدولة العربية، وهي هذه أحد المشاكل التي واجهتها بعض الدول. على سبيل المثال، الدولة التي كانت في العراق هي دولة قطرية، ولكنما تتحمل مسؤولية الوطن العربي برمته، ويجب أن تتخذ مواقف وتعمل، وبالنتيجة كقائد إلى الوطن العربي بأسره، وهي غير قادرة على ذلك. وهذا هو أحد التناقضات الذي ربما دفع بالتراجع إلى الدولة العربية الناشئة. ثانيا، الدولة العربية دولة مهجنة، يعني غير واقعية، هي أخذت رداء الدولة الحديثة والمعاصرة، ولكنما في بطنها وفي داخلها لن توجد هناك دولة، وإنما هناك سلطة صادرها جماعات على أساس قبلي، على أساس عرقي، على أساس لماذا لا توجد دولة في داخلها، في رحم هذه الدولة؟ لماذا لا يوجد دولة؟ ملامح هذا الغياب؟ أسباب عديدة. أنا بتصور أنه العامل الجوهري والأساسي هو تغيير طبيعة الاستعمار. يعني هناك كان استعمار مباشر إلى الوطن العربي، وكانت الدول المستعمرة هي المسؤولة. أستاذ جعفر، معذرة، ربما لا أريد أن أسأل عن الأسباب. أنت قلت بأنها في باطنها هي توجد سلطة، لكن في باطنها تغيب الدولة. ملامح هذا الغياب، ماذا يعني غياب الدولة؟ أين مظاهر الدولة التي تغيب في الدولة العربية؟ أستاذ جعفر، عفوا قطع الصوت. طيب أنا كنت تتحدث عن أن الدولة العربية الراهنة هناك سلطة، لكن دولة حقيقية في رحمها غير موجودة، مختفية. يعني أنا أريد أن أسأل عن مظاهر هذا الاختفاء، أين مظاهر الدولة التي تختفي في الدولة العربية الراهنة؟ يعني أولا غياب العقد الاجتماعي، هذا غير موجود، المتمثل بحرية المواطن وفي نفس الوقت شعوره بالمشاركة في صناعة القرار السياسي. ثانيا، انعدام التماسك الاجتماعي. يعني الدولة ربما هناك أسباب كانت هي تاريخية وتقليدية
نستطيع أن نسميها هي أسباب للتماسك الاجتماعي كالتماسك القبلي أو المذهبي أو الديني، ولكنما التماسك الذي نعني في التماسك والأمن والسلم الاجتماعي ينبغي أن يكون من نتاجات الدولة الحديثة من خلال ممارستها إلى سياسة حكيمة وصالحة. سرعان ما نحن لاحظنا سرعان ما انهارت بعض الأنظمة المرتبطة والمنطبقة على أفراد وأشخاص، بالنتيجة انهار حتى المجتمع كما لاحظنا في العراق، في سوريا وفي اليمن وغيرها من الدول. هذان مظهران. المظهر الثالث هو السيادة في المجتمع الدولي. يعني كثير من هذه الدول نحن نعرف أنها لا قرار لها، وليس بإمكانها أن تتحكم حتى في قرار قصرها أو بيتها، وبناء على ذلك هي في الواقع مصادرة من قبل ما أردت أن أشير إليه، المستعمر الذي كان يمارس استعماره بشكل مباشر على المواطن والمجتمع، وكان في نفس الوقت مسؤول أمام هذا المجتمع، أمام هذا الاحتلال أو الاستعمار. هو تخلى عن هذه المسؤولية، خرج، ولكنما في نفس الوقت ترك أدواته المادية والمعنوية هي التي تتحكم في هذا المجتمع. وبناء على ذلك الأنظمة الموجودة كثير منها هي ليس لها قرار ذاتي يعود إلى نفسها، وإنما بقاؤها في السلطة مرهون إلى تبعيتها إلى المستعبر، سواء كان الغربي أو الشرقي أو أينما يكون. هذه المظاهر التي نتحدث عنها للدولة الحديث. طيب، هذا حديث التماسك يقود بالضرورة للحديث عن البقاء. نريد أن نبحث بعد الفاصل مستوى وطبيعة التحديات الوجودية التي تواجه الدولة العربية، وإلى أي مدى هي مهددة بالزوال والتفكك والتحلل، أو أنها يمكن أن يعاد تشكيلها وفق أسس جديدة، لكن ليس قبل أن نذهب إلى فاصل قصير. أسعدكم الله، وهذه عودة للحديث عن مستقبل الدولة العربية في صورتها الراهنة. أستاذ أمجد، كتابات كثيرة غربية وعربية تتحدث عن أن النظام الرسمي العربي في طريقه إلى الأفول، لكن السؤال هو هل أي غياب محتمل لهذا النظام الرسمي العربي؟ يعني بالضرورة غياب الدول العربية بصورته الراهنة، أم ثمة تفريق في هذا الأمر؟ هو بالمؤكد أن هناك فرقا بين الدولة وبين النظام. يعني النظام العربي يعني هو عبارة عن محصلة أو تجميع لكل هذه الدول الموجودة، فمن الممكن أن تبقى دولة أو دولتان أو ثلاث دول متماسكة. يعني مثلا إلى حد كبير النموذج التونسي لولا الضغط الاقتصادي الذي على هذا النموذج أعتقد إلى حد ما أنه يسير بشكل انتقالي معقول. هناك أزمات طبعا، لكن يعني احتمال الانهيار أعتقد أنه مستبعد، يعني هناك صعوبات لكن ليس انهيار. حالة النظام العربي، النظام العربي يعني تفكك فعليا، ولم يكن من البداية بالمناسبة أيضا هو ينطبق عليه ما ينطبق على الدول، لأنه الجامعة العربية في النهاية تعبر عن هذه الأنظمة. فإذا كانت طبيعة مثلا الحكم في هذه الأنظمة هي طبيعة استبدادية وغير ديمقراطية، فلا تتوقعن أن يتم التصويت مثلا على قرار بإدانة التطبيع الإماراتي مع إسرائيل، لأنه في التحليل الأخير يعني الجامعة أيضا يسيطر عليها مجموعة من الدول أو ثلاث دول بالتحديد، السعودية، مصر، الإمارات، لوبي، يعني يعتبر لوبي الثورات المضادة يسيطر على قرار الجامعة العربية. فواحدة من أوجه الضعف الموجودة حقيقة في الدولة العربية أنها ليست ديمقراطية، وأنها في الحقيقة لا تعبر عن إرادة شعوبها، ولذلك هي يعني فيها قدر كبير من الهشاشة، تعاني من أزمة شرعية بالمناسبة. يعني أنا أعتقد وأنا متيقن بالعكس أنه مثلا الشعب البحريني لا يؤيد التطبيع مع إسرائيل،
لكن بما أن النظام لا يعكس تطلعات الشعب، وبما أن النظام لا يسمع كثيرا للشعب، وربما لا يسمع الاعتراضات نواب حتى في البرلمان، نواب منتخبون في البرلمان، فلذلك هو يصير في اتجاه عكس الاتجاه الذي يريده الشعب، وفي الغالب هو الاتجاه الذي يعبر عن مصالح النخبة الحاكمة. فلذلك يعني جزء من موضوعنا أنه هناك فعلا انقسامات حادة في هذه الدول العربية. التنوع الطائفي والعرقي الموجود في المنطقة العربية هو تنوع كبير جدا، لكن بالمناسبة من الممكن إدارته. تركيا نموذجا لإدارة هذه التنوعات، فيها أعراق كثيرة جدا، فيها أقليات، لكن رغم ذلك هناك حالة من التعايش والانسجام. إيران تقدم نموذجا ربما يكون أضعف بكثير من الحالة التركية، لكنه أيضا نموذج قادر أن يصمد في وسط هذه. ثمة من يقول بأن إيران نموذج مطابق للدول العربية، يعني هناك أقليات عربية مقموعة، هناك أقليات أذرية تتطلع إلى الانفصال عن إيران لكنها تقمع بشكل قاسي وقوي، يعني لا يمكن أن الاعتداد بإيران في هذا السياق. يعني هي إيران الحقيقة يعني لا تقدم نموذجا بالمعنى الديمقراطي ولا بمعنى أنها تساند الشعوب ولا تساند ثورات الشعوب، لكن هي نموذج في أن تحاول أن تبقى، يعني لما أشار إليه أستاذ جعفر فكرة الاستقلال، فكرة أنها قادرة على أن تحافظ على شيء من استقلال قرارها الوطني رغم كل الصعوبات، رغم العقوبات الأمريكية، رغم سياسة اغتيالات القيادات، رغم كل شيء هي باقية. وبالمناسبة يعني سيادة الدولة إذا كانت متوفرة داخليا وتماسكها متوفر داخليا من المتوقع أن يكون لها أدوار خارجية. يعني تركيا كلما ازداد نجاح التجربة داخليا يصبح لها أدوار أكبر في مثلا في ليبيا، في سوريا، في شرق البحر المتوسط، تحاول أن تقيم علاقات أوسع مع دول العالم. هذا يعني يتداخل العامل الإقليمي والعامل الدولي في الضغط على أضعاف الدول العربية. للأسف المشكلة في العالم العربي اعتقادي الشخصي أنها يعني نابعة من عدة أمور. واحد هي مشكلة هوية، هذه الدول لا تعبر فعلا عن هوية شعوبها ولا تعبر عن هوية المنطقة. هناك تبعية هائلة للعامل الخارجي وبالذات الأمريكي أو الغربي. هناك يعني فوضى فكرية تتعلق بالرغبة في تقليد الغرب والحداثة المشوهة، والكلام فقط عن أنه التحديث لا يمكن أن يكون إلا بالسير خلف التجربة الغربية، وبالمعنى الأدق التجربة الليبرالية، يعني الفكر الليبرالي. والآن مثلا في دول الخليج هناك نمو كبير في اتجاه النيو ليبرالي، بالذات بالمناسبة في السعودية، في الإمارات، ونراه. تسمع التصريحات يوسف العتيبي يقول لك في النهاية نحن نريد أن نكون نظما علمانيا في واشنطن. نعم. طيب دعني أذهب إلى لندن. سيد جعفر، هل تذهب مذهب القائلين بأن هناك دول عربية جديدة في طريقها إلى النشوء والظهور على أنقاض دول عربية راهنة، وأنه لن يستثنى تقريبا دولة عربية من هذا السيناريو، وأن هذه الاضطرابات الحاصلة في المنطقة هي مقدمة طبيعية لنتيجة حتمية يجري الإعداد لها؟ ثمة من يستشهد على ذلك بأن الإدارة الأمريكية الجديدة إذا ما نجح جو بايدن الذي كان نائبا للرئيس الأمريكي سابقا، الذي لديه طروحات لإقامة 3 دول في العراق، وهذا عينة عن ما يمكن أن تكون عليه المنطقة في المرحلة المقبلة، إلى أي مدى تذهب هذا المذهب؟ يعني أولا المشروع الأمريكي لا يختلف، فيه استراتيجية واضحة وقائمة. كوندوليزا رايس هي صاحبة هذا المشروع، الفوضى الخلاقة، الشرق الأوسط كان جديدا أصبح كبيرا، الآن نحن أمام مشروع في غاية الأهمية ربما يغفل في الإعلام، وهو الولايات المتحدة الإبراهيمية، والذي رأينا في الاتفاق الأخير الذي حصل كان دونالد ترامب يتمنى أن يسميه بنفسه، ولكنما لأنه مسمى من قبل في اتفاق إبراهام سمي هكذا. هذا المشروع قائم منذ 2010 ويعمل عليه، ونظرية كوندوليزا رايس السيتي كونتري أو المدينة الدولة، ليس بمعنى أنه الدولة المدنية بل بمعنى الحدود الجغرافية التي ترمي وتقصد إلى تفكيك الدول في الشرق الأوسط إلى فتات في حقول صغيرة جدا قد تكون على سيارة الله. أستاذ جعفر، هذا المشروع الأمريكي قد يكون واضحا وقد قيل الكثير عنه، لكن هل مراقبتك للأحداث لما يجري في المنطقة توحي لك بأن هذا المشروع قابل للتحقق ويسير قدما إلى الأمام؟ نعم، هذا ما أراه، لأنه حتى الدول التي تحاول، طبعا الدول العربية كلها الآن هي منخرطة في هذه المشاريع. هذا مشروع أمريكي، هناك مشروع إيراني، هناك مشروع تركي، أما المشروع العربي لا يوجد. المشروع العربي هو يحاول أن يدافع ليس عن المجتمع العربي، ليس عن الدولة العربية،
بل عن الأنظمة، يعني الأنظمة تريد البقاء في السلطة، ولذلك نراها مرتهنة لكل هذه المشاريع في المنطقة. البعض يذهب تحت عباءة إيران والآخر يذهب تحت عباءة إسرائيل. هذا الارتهان الغرب والعمل من أجل بقاء السلطة بنفسها أستاذ جعفر، هل يوحي لك بأن هذه الأنظمة ستتفكك، ستزول، هذه الدول ستنقض عراها كلها بحيث أنه تنشأ دول جديدة؟ هل لديك هذا الشعور وهذا هذه المراقبة المقاربة؟ أنا لا أشك، لأنه هذه الدول حتى وإن حاولت أن توحي بأنها الآن هي تقوم في ائتلافات، لكنما ليس هناك من ندية في هذه الائتلافات مع هذه الدول أبدا. أقصد مثلا على سبيل المثال إسرائيل أو إيران. ربما المشاريع في المنطقة الآن تستطيع أن تغض الطرف ولو يسيرا عن هذه الأنظمة، ولكنما حينما تسيطر، حينما تهيمن على الوطن، على الدولة، هي التي ستنخر في الدولة من تحتها، كما نرى في العراق الآن. ليس هناك دولة، وإنما الحاكم المطلق في العراق هو إما الولايات المتحدة الأمريكية وإما حتى في الدرجة الأولى إيران، ما معنى أنه استطاع أن يجزئ المجتمع العراقي إلى كانتونات ويتحكم بها، سواء كانوا مسيحيين أو أكراد أو عرب سنة أو عرب شيعة. هذا هو المشروع القائم والموجود. ولذلك أنا بتصوري أنه هذه المحاولات سوف تحقق النجاح، شريطة أن لا نشهد هناك صدام حقيقي بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما استطاعت هذه الدول أن تشخص بالتحديد أنها تصطف مع من، ربما مثلا على سبيل المثال أنه إذا اصطفوا مع روسيا والصين وكان هناك اصطفاف حقيقي في المستقبل القريب، قد يساعدهم هذا في بقاء الأنظمة على المنظور القصير على أقل التقدير. طيب، يعني يبدو أنك وضيفنا في لندن متفقان على الأقل على جزئية أن الدول هذه في طريقها إلى التفكك وربما إلى الزوال في صورتها الراهنة، لكن هذا يقودني إلى ضرورة نقل رأي آخر موجود، وهو رأي ربما يكون من النخب المؤيدة للدولة العربية الراهنة. طيب، ثمة من يقول بأن القول عن زوال هذه الدولة نوع من التوهم والمبالغة، بدليل أن القوى الكبرى ليست متحمسة لقضية تفكيك هذه الدول، بل هي تتبناها وترعاها، وأن دولة مثلا مثل الإمارات تقوم بحجم سياسي في المنطقة ونفوذ أكبر بكثير من قدراتها البشرية والجغرافية، وأن السعودية تقدم ضريبة لذلك بأنها تغير ثوبها، تغير لونها. ماذا يمكن الرد على هذا القول؟ والحقيقة يعني أنا ربما أختلف قليلا مع الأستاذ جعفر في بعض ما تفضل به. هو يعني هناك فعلا اتفاق على غياب المشروع العربي، هذا لا جدال فيه. وهناك ما تفضلت به أيضا، هو أيضا اتجاه قائم، القول بأنه فعلا الدول الكبرى وخصوصا بالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية ليست متحمسة لنقض هذه الدول بالمعنى التام، لكن هي متحمسة لإضعافها بحيث يمكن توظيفها ضمن المشروع الأمريكي الإسرائيلي لهذه المنطقة. يعني مثلا النظام المصري بثورة 25 يناير هو سيكون مصدرا لقوة محتملة، ومن الممكن جدا أنه يسعى، بلاش يعني لا أريد أن أتحدث عن حرب مع إسرائيل، لكن على الأقل سيقلص هامش الحركة الإسرائيلية، بمعنى أنه مثلا عندما تضرب غزة في عام 2012 ويكون محمد مرسي في سودة الرئاسة، لن يكون رد الفعل المصري مهادنا وسلميا ودبلوماسيا. يعني أول ما سيفعله هو التنبيه، لأنه قد حدثت تحولات في المنطقة بسبب هذه الثورات العربية. لذلك بالمناسبة دعني أشير إلى سيناريو قد يظنه البعض متفائلا، ولكن أنا شخصيا أشوف أنه من الممكن أن يتحقق. إذا عادت الثورات العربية إلى موجة أخرى بشرط فقط أنه تكون متماسكة داخليا، يعني هو اللاعب الرئيسي على هذه الثورات العربية هو تفكيك هذه الثورات وخلق انقسامات داخلية، بمعنى أنك تستقطب القوميين واليساريين ليقفوا ضد الإسلاميين فتفشل كل التجربة، فيعني تخلو المساحة للعسكريين. نفس الشيء في الحالة السورية، يعني تم جذب تنظيمات داعش والنصرة إلى آخره لكي يتم تفكيك المجتمع السوري، ولكي يتم عسكرة هذه الثورة، ولكي تطييف هذه الثورة التي أصبحت في النهاية كأنها ثورة سنية في مواجهة نظام علوي. لكن إذا افترضنا مسارا معاكسا، وهذا المسار هو السيناريو الإيجابي، يعني باختصار أن الثورات المضادة نشأت لكي تقسم هذا الاحتمال، لكي تقصي هذا الاحتمال من التحقق. من الممكن جدا أن الثورات العربية لو وضعت أقدامها مرة أخرى على المسار
ومثلا اليوم نرى تحركات في مصر، ليس هناك مانع من أن يكون هناك موجة ثورية أخرى، مع أن بالمناسبة لا أقطع بأنها ستنجح، لكن أنا أقول أنه ربما يكون لدى الشعب رأي مختلف عما نقول. بالمناسبة ثمة إمكانية للصمود حتى في ظل هذه الأوضاع المهترئة. عندك حكومة عبدالله حمدوك رافضة التطبيع مع إسرائيل حتى السلام. اليوم واشنطن بوست تتحدث اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنجح في الضغط على حمدوك حتى يوافق على، وإن كان ثمة من يقول ليس لأسس لأسباب مبدئية بقدر ما هي أسباب تتعلق بالرغبة في الحفاظ على الاستقرار الداخلي في السودان. لكن هناك أستاذ جعفر ضعف واضح في السلطة المركزية في الدول العربية. هذا الضعف أنتج ولاءات جديدة للشعب العربي في عدد من الدول العربية اتجهت نحو الولاء القبلي أو الولاء الطائفي. كيف يمكن قراءة مو هذه الظاهرة؟ ضيق أو تضيق الولاءات لصالح القبيلة والطائفة على حساب الانتماء إلى الجغرافيا إلى البلد؟ أولا لأنه غياب دولة، وبالنتيجة المواطن في وطنه لا يشعر بأن هناك دولة يحتمي بها، لذلك هو يضطر أن يلجأ إلى قبيلته أو حزبه أو طائفته. هذه نقطة. ثانيا القاعدة بأنه الدول الإقليمية ذات المشاريع التوسعية القائمة على أسس تاريخ كما كإيران على سبيل المثال، وبالمناسبة أنا فقط أنبه بأنه إيران أكثر الدول المعرضة إلى التمزق لأسباب كثيرة، وهذا لا أقول وأدعيه بحكم معرفتي في الشأن الإيراني ومتابعتي، هي مهددة أكثر من غيرها حتى من الدول. ربما نشهد تمزق إيران قبل بقية الدول، ولكن أتحدث هنا عن مشروعها في نفس الوقت. هي تقوم الآن تدعي بأنها تقوم في مشروع طائفي قائم على أساس التشيع أو مشروع ديني. طبعا نحن هذا لا نقبله، لأنه الآن نرى مثلا أستاذ جعفر أنا ثمة من ينقض نظرية أن السياسة الإيرانية تقوم على أساس مذهبي، بأن إيران وقفت ضد الأذريين الذين هم في النهاية شيعة مع أرمينيا التي هي بالنهاية دولة مسيحية. نعم، هذا ما أردت أن أقوله، وسبق في البوسنة والهرسك أيضا كانت لديها مواقف متناقضة، وكذلك في بعض الأماكن في الهند أو حتى في الصين. يعني انظر إلى قضية الأيغور التي الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كله يتحدث فيها، وإيران صامتة وكأنها لن تسمع أبدا على الإطلاق، ولكن رغم ذلك استطاعت أن توظف هذه الورقة واستطاعت أن تؤثر على أقل التقديرات ليس فقط على الشيعة بل حتى على السنة، وحتى في ظل يافطة ما يسمى بالدفاع عن المستضعفين. هي يعني الآن تستقطب وتوظف حتى في أمريكا اللاتينية تحت هذه اليافطة. نعم، هذا هو أحد الأسباب. أولا انعدام الدولة، ولذلك المواطن العربي لن يجد دولة. ثانيا بأنه هناك في الواقع مواقع مبطنة في المجتمعات العربية استطاعت إيران أو أمثال إيران أن تذكيها، أو حتى الآن ما نشهده من قبل إسرائيل. يعني هذا التغويل، أنا لا أريد أن أنكر السياسة التوسعية والدور السلبي لإيران وهيمنتها على كثير من الدول خاصة في سوريا خاصة في العراق، ولكنما محاولة إقناع العرب بأنه ليس أنتم قراركم ومصيركم وقدركم إما أن تحتمون مثلا في إسرائيل أو في إيران، وليس لكم قوة ومناعة أن تحتمون بأنفسكم. حينما يكون هذا الرأي العام هو الذي في الواقع يهيمن ويمارس على العقلية العربية، تدفع في المواطن العربي كبقية الأنظمة ويعني كقدوة الأنظمة يهرب ليصطف مع هذا النظام أو مع ذلك النظام. لكن أنا بتصوري أنه العامل الأساسي والرئيسي بأن الدولة العربية في المنطقة العربية هي لازالت دولة ناشئة، لازالت لم تقم على أسس سليمة وصحيحة، وبالنتيجة نحن حتى هذه اللحظة لم نجرب دولة عربية قطرية على أقل التقديرات، بمعناها القريب عن الحقيقي، لا أقول المعنى الحقيقي، لن نجربها، وإنما بقت هي سلطات بالنتيجة مختزلة ومصادرة لعشائر وقبائل أو حتى بعض الأحزاب. هذا ما أريد أن أقول بأنه غياب الدولة هو الذي دفع بالمواطن العربي الآن حتى يحتمي بالمستعمر كما نلاحظ في لبنان هذه الدولة العريقة. وأنا أيضا أريد أن أبني يعني على ما تفضلت بذكره أستاذ جعفر لأسأل ضيفي في الاستوديو لو أذنت لي عطفا على ما قاله. الآن
إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الانتماء الضيق القبلي والطائفي ليس سيئا بالمطلق، وإنما يمكن أن يشكل أي فرصة لحماية الوحدة الجغرافية للدول القائمة لكن بصورة أخرى؟ ممكن طبعا إذا كانت الدول تتجه إلى فكرة أنها تؤمن بأن التنوع مفيد وليس ضارا بالضرورة. كما قلنا قبل قليل، التجربة التركية هي مثال على ذلك. يعني ليس بالضرورة كل شعب فيه أعراق مختلفة أو أقليات أو طوائف أو فئات مظلومة أو مهمشة أن يكون هذا بالضرورة شيئا سلبيا إذا كان النظام السياسي. لكن عفوا معذرة حتى تتضح الصورة أستاذ أمجد، في تركيا ثمة أعراق وثمة قوميات، لكن الجامع هو العلم التركي، هو الولاء الوطني. في حال العربية الآن ثمة ولاءات ضيقة تتضخم على حساب هذا الولاء الوطني، القبيلة صارت تحظى بمكانة كبيرة اقتطعت من مساحة الدولة وكذلك الطائفة. هل هذا يمكن أن يمثل عامل تهديد أم عامل حماية مؤقتة للوحدة الجغرافية لهذه الدول برأيك؟ الانتماءات الأولية يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في بعض الحالات. يعني مثلا في حالة اليمن، لو حدث فيها احتراب أهلي أو أنه أصبحت المشكلة هي مشكلة قبلية وقبائل تتصارع، سيسقط عدد من القتلى والضحايا عشرات أضعاف ما تراه الآن. يعني من حسن الطالع أنها لم تتحول إلى حروب قبائل. أعتقد أنه بعض القبائل السنية في العراق تلعب دورا أحيانا في دعم المقاومة وحماية أفرادها بشكل من الأشكال. هي المسألة بالمناسبة ليست في وجود الطائفة وإنما في الطائفية، هو في كيفية توظيف هذه المسألة. مع الاعتراف بأنه من الممكن الأقليات والطوائف هذه كلها أن تكون مدخلا لتدخلات خارجية، تدخلات خارجية كثيفة جدا من القوى الاستعمارية، سواء حتى من القوى الإقليمية، من روسيا، من كل هذه الأطراف. لكن أيضا من الممكن جدا التكوينات يعني بسموها التكوينات الوسيطة قد تلعب دورا إيجابيا. بالمناسبة أحد أسباب أزمة الدولة العربية المعاصرة في حالتنا هو غياب المؤسسات الوسيطة، غياب الأحزاب، غياب النقابات، تقييد الحراك الطلابي. يعني في الوطن العربي في أوقات معينة الحركة الطلابية كان لها أدوار أحسن بكثير مما هي عليه الآن. يعني فكرة تقييد الحرية والاستبداد والبطس بالمخالفين هي فكرة ضارة في كل الأحوال، ومن الممكن جدا أن بعض الأقليات الطائفية تلعب دورا إيجابيا بشرط أن تحتمي بالمجتمع وليس تلتحق بالمشروع الاستبداد أو السلطة. يعني مثلا تلاحظ مثلا أنه أحيانا بعض المسيحيين مثلا في مصر مثلا أو في حالة سوريا أو في حالات مشابهة يكون لهم دور أنهم يدعمون السلطة القائمة وهم يعلمون أنها مستبدة خوفا من المجتمع. يقول لك سيأتي تيار إسلامي يحكم وأنا لست مستعدا للتأقلم مع هذا التيار، على الأقل العلماني أنا أعرف يعني ماذا يريد وأعرف كيف أتفاهم معه. يعني إحنا لدينا في حالة مصر، في حالة سوريا، هناك يعني أمثلة واضحة لهذه المسألة. للأسف أنه بعض الأقليات تقف في صف النظام ضد الشعب الذي ننتمي إليه. طيب سأعود إليك، لكن سؤالي الأخير لك سيد جعفر، ربما الدولة العربية في صورتها التي نراها اليوم ليست مثالية بالنسبة للشعوب العربية، لكنها في المحصلة قد تكون هي سيء أفضل من أسوأ يمكن أن يكون عليه الحال إذا ما سارت الأمور كما هي تسير عليه اليوم. سؤالي هو هل هناك فرصة للحفاظ على ما هو سيء بين قوسين مما هو أسوأ قد يكون ينتظر هذه البلدان؟ يعني تجارب مريرة، الدولة مكلفة أن تقدم كل ما يستلزم إلى المواطن من حرية ورخاء ويكون لها برنامج معد وهناك بدائل لهذه البرامج. المواطن العربي الآن تراجع عن كل هذه المطالبات ووقف عند الأمن والسلم الاجتماعي الذي انهار في انهيار حتى هذه الدولة بل نسميها الدولة الناقصة أو المنقوصة على أقل التقديرات. لذلك مطالبات الشارع العربي تراجعت، إلى رغم أن وعيه بحكم الثورة المعلوماتية وأدوات التواصل الاجتماعي واطلاعه على العالم الغربي أو بقية الدول كاليابان وغيره مثلا وقضايا حقوق الإنسان وتطور الإنسان، هذا خلق ربما طموحات أكبر على مستوى الوعي إلى الشارع العربي، وبالنتيجة هو وجد دولة جدا بعيدة عن طموحاته. السؤال، هل الشعوب العربية والمجتمعات العربية مستعدة الآن أن تبقى تحت خيمة هذه الأنظمة وهذه الدول الفاشلة أم أنها تذهب لتعيد الاستعمار؟ نحن رأينا اللبنانيين
جزء منهم ليس كلهم ذهبوا إلى ماكرون رئيس فرنسا حينما زارهم يتشبثون فيه للخلاص مما هم فيه. وهذه حقيقة هكذا اليوم في العراق على سبيل المثال، المقاومة العراقية، لا أقول المقاومة بذلك المعنى، السياسيين العراقيين من الأكراد ومن السنة يتشبثون ويسترجون الولايات المتحدة الأمريكية أن تبقى على أراضيهم احتماء بها من إيران أو الجماعات المسلحة المرتبطة في إيران، كذلك ربما في سوريا أو في أي مكان آخر. الشعوب تريد الآن بأي شكل من الأشكال أن تتخلص من هذه الأنظمة. البقاء تحت خيمة هذه الأنظمة هو مرض مزمن سوف لن يعالج أي مشكلة، خاصة بعد تجارب يعني طويلة استمرت لعقود. أنا أتصور بأنه الشعوب الآن كثير منها طبعا تريد حتى مستعدة أن يعود الاستعمار أو يترحمون حتى على أنظمة قديمة مستهلكة كالنظام الملكي في العراق مثلا، وحتى في إيران نراهم يهتفون الآن ويترحمون على وضع فهلول مثلا. أستاذ جعفر، هل هناك فرصة لإعادة تشكيل هذه الدول العربية حفاظا عليها من الانهيار والزوال والغياب؟ هل هناك فرصة لإعادة تشكيلها وفق هوية جديدة بعد زوال مبرر الدولة القومية؟ يعني أنا أتصور الأنظمة، نعم الشعوب قائمة موجودة، ربما الأنظمة تزول، وهذه الرغبة هذه الإرادة الحقيقية هي كامنة لدى الشعوب للطموح إلى بناء دولة، سواء كانت هذه الأنظمة قائمة أو سواء كانت هذه الأنظمة تزول بعامل ما سواء كان أجنبي أو غير أجنبي. هذا الطموح هو مبشر خير يجعل الشعب العربي يتحرك إلى الأمام من أجل بناء الدولة، لكنما بهذا الفارق كيف ستكون هذه الدولة وكيف تبنى؟ لا شك أن إعادة صياغة الدولة السياسية والجغرافية في المنطقة سوف يتغير هذا دون شك، ولكنما هذه الأنظمة وهذه الأطر هل تبقى؟ أنا أتصور ربما بعضها قد يستطيع أن يفلت بحكم احتواء ائتلافات دولية، نعم. وبعضها ربما سينهار سريعا. طيب وضحت الفكرة، أختم معك سيد أمجد. الآن لدينا دول غربية أو دول كبرى راغبة في أن يكون لها حصة كبيرة في المنطقة العربية، ولدينا بنفس الكفة أنظمة أبني على ما تفضلت به وضيفنا أنها مرتهنة إلى هذه الدول. في الكفة الأخرى لدينا إرادة شعبية تسعى نحو التغيير. بين هذا المطرقة وهذا السندان ثمة الدولة العربية الراهنة في صورتها ووحدتها الجغرافية، ما المستقبل الذي ينتظرها؟ وأولا دعني أبدأ بالكلام عن أنه يجب أن لا نعتقد أن هناك سيناريو واحد هو حتمي الحدوث. إحنا دائما عندما نقوم بتقديرات موقف نضع عدة سيناريوهات ونقول هذا سيناريو محتمل، سيناريو مرجح، سيناريو ضعيف، سيناريو مرغوب، وهكذا. فليس هناك شيء حتمي في كل الأحوال. الأمر الآخر أنه بالمناسبة العامل الخارجي من الممكن جدا أن يتغير. يعني إذا لاحظت مثلا نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة أنا أعتقد أنه يتقلص. ليس لديك يعني دليل أكبر من أنه عبد الله حمدوك يرفض هذا التطبيع رغم الضغط الأمريكي، رغم زيارة مايك بومبيو إلى السودان، رغم ضغوط شديدة جدا من الإمارات، رغم مشاركتهم في قمة في أبوظبي حول موضوع التطبيع أو حول موضوع رفع السودان من قائمة الإرهاب. فلذلك ليس هناك شيء حتمي. وعلى صعيد المشروع الأمريكي أنا شخصيا أرى ملامح كثيرة للتراجع. بالمناسبة من شاهد مناظرة جو بايدن مع دونالد ترامب قبل أيام لعله يصل النتيجة فعلا الديمقراطية الأمريكية أصبحت في خطر. لكن هل من المنطقي أن تربط استقرار هذه الدول وبقائه على حالها بتراجع الدور الأمريكي؟ تراجع الدور الأمريكي سينشئ فراغا ثمة دولة أخرى ستملأه. والحديث الآن عن روسيا، نريد أن نبحث موضوع الدول العربية بدقيقة من فضلك، يعني ما المصير الذي ينتظرها في ضوء هذه التفاعلات؟ وأعرف أن دقيقة قليل جدا. يعني إذا حدثت موجة من المصالحات المجتمعية وإذا أعيدت بناء الذات العربية، إذا حصلت يعني تلاحمات كالتي تحدث أثناء الثورات زي مثلا ميدان الحرية، ميدان التحرير مثلا في مصر أو ميدان التحرير في بغداد، هذه الأشياء يمكن أن تنشئ يعني وعيا جديدا يساعد هذه الدول على أن تعيد بناء نفسها. كما قلت ليس هناك حتمية. بالمناسبة انهيار المؤسسات كما يقولون لا يعني انهيار التأسيس. من الممكن جدا الدول العربية تنهار أو تضعف
لكن ليس هذا بالضرورة معناه أن الشعب المصري سينتهي أو الشعب السوري سيختفي من الخريطة، ممكن جدا أن يعاد بناء تكوينه. في شيء مهم جدا حتى في السعودية الآن يحدث تغيرات، يعني مثلا حزب التجمع الوطني هذا الذي أعلنه مجموعة من المعارضين السعوديين، جمعية فجر التي كان يؤسس جمال خاشقجي رحمه الله التي تحل ذكراه الثانية غدا، جمعية للدفاع عن الصحفيين السعوديين ضد بطش النظام. أنا أقول أن هناك تغيرا يحدث في المنطقة العربية وقد يقودنا إلى سيناريو إيجابي. أشكرك شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام. ختاما أشكر ضيفي الكريمين معي في الاستوديو، الأستاذ أمجد جبريل الباحث في الشؤون العربية والإقليمية، وعبر سكايب من لندن الأستاذ جعفر الهاشمي الباحث في شؤون الشرق الأوسط. شكرا لكم على كرم المتابعة، في حراسة الله.